ضمن إطار برنامج تنفيذ أمر سمو نائب جلالة الملك ولي العهد وتوجيهات سمو رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين الماضي بشأن تسليم وحدات مدينة شرق الحد للمستفيدين فورا، شرعت وزارة الإسكان في تسليم عقود الانتفاع للمستفيدين من وحدات المرحلة الأولى من المشروع، ولدى مباشرته إجراءات تسليم العقود ثمن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر بشأن فورية تسليم الوحدات للمواطنين، مؤكدا أن هذا التوجيه يعد ترجمة واقعية للمتابعة المستمرة لسموه لتطورات الخدمات الإسكانية ومشاريع السكن الاجتماعي وتلبية الطلبات الإسكانية بما يلبي احتياجات المواطنين منها والتي تأتي في صدارة أولويات الحكومة. وقال الوزير إن تسليم عقود الوحدات السكنية يأتي بعد أيام قليلة من إنهاء إجراءات السحب الإلكتروني للمستفيدين على الوحدات، وأن السرعة في إنجاز هذه الإجراءات يأتي من منطلق حرص الوزارة على ضرورة إنهاء البرنامج الزمني لتوزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد في الموعد المحدد ودون تأخير. إلى ذلك أشار الوزير إلى أن معدلات الإنجاز في تنفيذ كافة مراحل المشروع سواء على صعيد الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية تسير بخطى متسارعة بما يسهم في توفير الوحدات للمواطنين. وزارة الإسكان اليوم تنفيذاً لأمر وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بسرعة تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لمشروع شرق الحد، استقبلت اليوم الوزارة المواطنين الكرام وبدأنا بالفعل بإجراءات التسليم، وهذا أيضاً يأتي في إطار توجيهات وأمر سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد بتسليم 5000 وحدة سكنية لاستكمال 25000 وحدة سكنية من خلال برنامج عمل حكومة السابق. احنا جدا سعيدين ان وصلنا لهذه المرحلة، مرحلة ان المواطن بالفعل يسكن في وحدة السكنية، وايضا سعيدين ان ان شاء الله بيكون هناك دفعات اخرى جاهزة للتسليم مع نهاية هذا العام. أتقدم الشكر الجزيل لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على هالمشروع الطيب اللي أهدونا إياه، نعتبره هدية من عندهم. نشكر سمو رئيس الوزراء على التسريع في تسليم الوحدات السكنية، وجزاه الله خير والله يعطيه ويمد بالصحة والعافية إن شاء الله، وعسى إن شاء الله يكون ذخر لنا إن شاء الله وما قصر معانا، وإن شاء الله يكون المشروع فاتحة خير لأهالي الحد إن شاء الله. نشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو العهد. اليوم طبعا فرحة كبيرة لأهالي الحد، احنا سعيدين جدا بهذا المشروع ويعني استلام المفاتيح، وطبعا احنا متفائلين جدا لما شفنا المشروع لما حلوة ان احنا نلتم بعد فترة طويلة كأهالي الحد في هذا المشروع. نشكر القيادة ونتمنى التوفيق لكل منتفع في هذه المدينة. في البداية بغيت اشكر وزارة الاسكان على اتاحة الفرصة لنا الحصول هالوحدة السكنية اللي كنا ننتظرها. نشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وسمو ولي العهد الأمين وعلى فرصتهم لنا، الحمد لله بالعالم ما قصروا يعني في مساعدتنا يعني حصول على وحدة سكنية إن شاء الله.